بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بأبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة ضمن مشروع النافذة الإلكترونية الذي تتبناه المنطقة الغربية التعليمية، ونتحدث اليوم عن تضاعف دي إن إيه، مؤشرات الأداء لهذا الجزء، تلخيص عملية تضاعف دي إن إيه، وتحديد دور الإنزيمات في هذا التضاعف، ووصف كيف يتم تصحيح الأخطاء التي حدثت أثناء تضاعف الدي إن إيه. أولاً نتكلم عن أهمية عملية التضاعف. وفر النموذج الذي وضعه العالمان واتسون وكريك البنية المعرفية لكيفية التضاعف. وأهمية التضاعف أنه أثناء انقسام الخلية الانقسام المتساوي لا بد من تضاعف المادة الوراثية حتى تحتوي الخليتان الناتجتان على نفس عدد الكروموسومات في الخلية الأم. أما في الانقسام المنصف لأنها ينتج عندي 4 خلايا من الخلية الأم، فلا بد من مضاعفة العدد الكروموسومي حتى تكون الخليتان الناتجتان تحتويان على نفس العدد، ثم تنقسمان مرة أخرى لتحصل كل خلية من الـ4 خلايا على نصف العدد الكروموسومي كما وضحنا من قبل. نبدأ بخطوات التضاعف. تعتمد عملية التضاعف في الأساس على الإنزيمات، ومن أشهر الإنزيمات الموجودة 3 إنزيمات. الأول هو الدي إن إيه بوليمريز، والثاني دي إن إيه هليكيز، والثالث دي إن إيه ليجيز. أولا يبدأ الهليكيز بفك الشريط الحلزون المزدوج للدي إن إيه كما نرى، ويؤدي هذا الفك إلى وجود شوكة تسمى شوكة التضاعف، اللي هي موضحة عندي بين الخطين الأحمر والأزرق عند إنزيم الهليكيز. ويبدأ الدي إن إيه بوليمريز ببناء سلسلة مكملة للسلسلة العليا كما نرى، من الاتجاه 5 داش إلى 3 داش، وفي نفس الوقت يبدأ بناء سلسلة مكملة للسلسلة الزرقاء كما نرى، ولكن هذه السلسلة تبنى بعيدا عن اتجاه فتح الهليكيز أو فتح الدي إن إيه المزدوج عن طريق الهليكيز، والبناء يكون في اتجاه آخر، وبالتالي تترك فراغات بين أجزاء الشريط الجديد والتي يجب معالجتها بعد ذلك، أو الفراغات الموجودة لابد أن تملأ كما نرى. يأتي إنزيم الدي إن إيه ليجيز ويقوم بملء هذه الفراغات حتى يكون الشريط مكتملا ومتمما لشريط القالب الظاهر أمامي باللون الأزرق، وفي الأعلى الشريط الأحمر متمم للشريط الأزرق. هذا التضاعف يسمى التضاعف نصف المحافظ لأنه نتج عنده جزيئين من الدي إن إيه، الجزيء يحتوي على شريط جديد وشريط قديم اللي هو شريط القالب، والآخر أيضا بنفس الشكل يحتوي على شريط قديم وشريط جديد. يخضع الدي إن إيه الناتج لعملية مراجعة من الدي إن إيه بوليمريز لتصحيح أخطاء ارتباط بعض القواعد مع بعضها البعض، يعني يمكن أن يرتبط السيتوسين مع الأدينين، وبالتالي هو يقوم بتصحيحها ويعيد ارتباط السيتوسين مع الجوانين كما يفعل أحد الطلاب عندما يدقق مقال كتبه طالب آخر يقوم بتدقيقه. هذه العملية تتم على الدي إن إيه أيضا. طريقة التضاعف اللي احنا شفناها بنسميها ايه؟ بنسميها التضاعف شبه المحافظ. ماذا تعني كلمة تضاعف شبه المحافظ؟ يعني ان الجزيء اللي نتج جديد ليس كله جديد، ولكن سلسلة
سلسلة القالب القديمة من الدي ان ايه القديم بيكملها سلسلة جديدة، وكذلك الدي ان ايه الآخر اللي هو القالب الآخر سلسلة قديمة اللي هي سلسلة القالب وسلسلة جديدة بتم بناءها، وبالتالي بعد بيكون عندي عبارة عن زي ايه من الدي ان ايه نصف جديد ونصف قديم، نصف جديد ونصف قديم، هذا الذي يسمى التضاعف نصف المحافظ. طيب الأخطاء اللي بتحصل في تضاعف الدي ان ايه، افرض في نيوكليوتايد اضيف مكان نيوكليوتايد اخر، يعني بدل ما يكون الترتيب سي 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 اصبح الترتيب سي 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 اي، المشكله ان هيكون البروتين اللي هيبنى بعد ذلك او الدي ان ايه اللي هيكون مسؤول عن بناء البروتينات في الخليه الجديده هيبني البروتينات خاطئه، وبالتالي تؤدي الى الطفرات. المثال اللي عندي في الكتاب اذا ازدوج ادينين مع سيتوسين بدلا من الثيمين ماذا يحدث؟ ولم يصلح، هيؤدي الى طفرات سرطانيه، ولكن في الاخطاء هذه بتصحح بالمراجعه عن طريق انزيمات البلمر. بالاخطاء في تضاعف الدي ان ايه يمكن ان يربط السيتوسين مع الادينين بدلا من الجوانين، وبالتالي لابد من مراجعه وتدقيق. من اللي بيقوم بالمراجعه والتدقيق؟ اللي هو الدي ان ايه بوليمريز، حيث يتم اصلاح الاخطاء. طب افرض عندي اخطاء لم تصلح، عندما تحدث اخطاء في عمليه التضاعف وما لم تصلح هيختلف التتابع في النيوكليوتيدات في الدي ان ايه. طب لو اختلف التضاعف هتبنى بروتينات مختلفة في الخلية الجديدة، وبالتالي يمكن أن يحدث كتل سرطانية، يعني خلايا لا يتم السيطرة على انقسامها، وبالتالي تؤدي إلى السرطان، ويمكن أن يحدث تأثير كيماوي أو تأثير إشعاعي هذا الكلام في الـ DNA، وبالتالي تؤدي إلى الطفرات. نتكلم في هذا الجزء عن بناء البروتينات ومؤشرات الأداء لهذا القسم. هو واحد تلخيص كيفية انتقال المعلومات الوراثية في الخلايا من الدي ان ايه إلى البروتين، نقارن بين تركيب الار ان ايه والدي ان ايه، ونلخص عمليتي النسخ والترجمة، ونتعرض للشفرة الوراثية وأهميتها في عملية الترجمة وبناء البروتينات، وأخيرا نحدد أهمية الجينوم البشري. نتفق جميعا على أن أي صفة وراثية في الكائن الحي هي عبارة عن بروتينات. كيف؟ إن أي صفة وراثية عبارة عن بروتينات. نفترض إن شعر الإنسان خشن وحلقنا شعره، هل الشعر الجديد سيكون ناعم أم خشن؟ طبعا الإجابة سيكون خشن. لماذا لم يتحول إلى شعر ناعم؟ الإجابة بكل بساطة لأن بصيلات الشعر التي تبني هذا الشعر هو عبارة عن بروتين، وهذا البروتين محدد بشفرة وراثية، محدد بصيغة. الصيغة اللي ورثها الإنسان من الأبوين عبارة عن تتابع النيوكليوتيدات في الدي ان ايه، فلما يبني بروتين الشعرة بيبنيها على حسب المعلومات التي وصلت له، وبالتالي يكون الشعر خشن لا يتحول إلى شعر ناعم. هل لو حلقت شعر عدة مرات سوف ينمو شعر ناعم أم يظل خشن؟ وفي صفات تتأثر بالبيئة، ممكن تتغير جزئيا، ولكن بالنسبة للشعر، الشعر يبنى من البصيلات وتضاف لأعلى، يعني الشعر بتنمو من أسفل لأعلى. طيب الشعر اللي عندي هنا لو هي طبيعتها خشنة، يعني موروثة خشنة، يبقى البروتين اللي هيبنيها هيؤدي إلى تكون شعر خشنة ليست شعر ناعم، يبقى هيكون التعبير الظاهري عندي من التعبير الجيني اللي بيعرف الإنسان أو بيحصل عليه الإنسان، يبقى لازم الدي ان ايه هيبني البروتين بما
يحتوي من معلومات. طيب لو نظرت بشكل عام لجسم الإنسان ورحت على الكبد، هل كل الجينات اللي موجودة في الكبد بتبني بروتينات؟ هل كل الجينات اللي موجودة في الغدة اللعابية بتبني بروتينات؟ يعني دايما الطالب بيكون عنده يعني تشتت في هذه المعلومة. طيب هل هذه الجينات كلها بتشتغل في خلايا جلدي تبني بروتينات؟ هل كلها بتشتغل في خلايا الغدة اللعابية؟ هل كلها بتشتغل في خلايا الكبد؟ هل كلها بتشتغل في خلايا الغدة الدرقية؟ يعني عايزين نفهم كيف تعمل الجينات. الجين هو قطعة من الدي ان ايه مسؤول عن بناء بروتين معين. يعني قطعة الدي ان ايه لو موجودة في الكبد، الجين اللي هينشط، القطعة اللي هتنشط هي اللي بتعمل مثلا الصفراء. طيب وباقي الجينات ماذا تفعل؟ هل بتبني اللعاب وهل بتبني بروتين الشعر وهل ولا بتتوقف؟ يبقى تتوقف جميع الجينات وتعمل الجينات فقط في الدور الذي يقوم به هذا العضو. مثال الجينات اللي موجوده في الغده اللعابيه، جينات انتاج اللعاب هي التي تعمل وتنتج اللعاب، وباقي الجينات الاف الجينات تتوقف. كذلك في الغدة الدرقية، الجينات التي تعمل هي التي تنتج الثيروكسين وإفرازات الغدة الدرقية، الباقي يتوقف. هذه العملية نسميها عملية التمايز أو التخصص، وباقي الجينات تتوقف وكل جين يشتغل في المكان المحدد. يبقى اتفقنا إن إحنا هنبني إيه؟ هنبني بروتينات. بروتين مثلا زي هرمون معين في غدة معينة. المكان اللي هيتفتح في الدي إن إيه؟ هو المكان اللي هيحدد تتابع الأحماض الأمينية في هرمون أو في بروتين هذه الغدة الذي سيفرز. كيف تتم عملية بناء البروتين من الـ DNA؟ هي بتتم في ثلاث خطوات. الأول عملية النسخ. ما هو النسخ؟ إن أنا أنسخ شريط من الـ RNA يسميه الرسول. هيكون أين يوجد هذا الشريط؟ يوجد في النواة. من أين ينسخ؟ ينسخ من أحد سلسلتي الـ DNA اللي هو الجين المطلوب، وليكن جين الصفراء مثلا اللي هيعمل لي العصارة الصفراوية. يبقى هيكون قالب من السلسلتين هيبدأ يتمم له شريط واحد بسميه mRNA أو المسنجر اللي هو الرسول، اللي هياخد المعلومات الوراثيه بالترتيب بترتيبها في الدي ان ايه ويوديها بره يحملها للخارج فين؟ في السيتوبلازم. طيب بعد ما يتنسخ يخرج من الثقوب، يبقى انتقل. الخطوه الاخيره اللي هي عمليه ايه؟ الترجمه، انه يقرا هذا الترتيب على الار ان ايه المسنجر اللي هو الرسول، ويتم اضافه مجموعة الأحماض الأمينية بالترتيب يربطها مع بعض وتحولها إلى إيه؟ إلى بروتين. هناخد الفلاش الأول اللي هو بيتكلم عن عملية النسخ. خطوات نسخ الـ mRNA بتتم عن طريق إنزيم يسمى إنزيم بلمرة الـ RNA. هذا الإنزيم يعمل على فك شريطي الـ DNA عند تتابع معين يسمى موقع الابتداء. هذا الفك يتم بعده الخطوة الثانية، وهي خطوة إضافة نيوكليوتيدات متممة لسلسلة تسمى سلسلة القالب، اللي هي السلسلة اللي في الأسفل. كل C يقابله G، وكل T يقابله A، وكل ايه يقابله يو. يبقى الاختلاف في نسخ الام ار ان ايه ان احنا اضفنا يو محل الثيامين، وتستمر عملية اضافة النيوكليوتيدات او النسخ حتى تصل الى النهاية عند اشارة الانتهاء، وهي تتابع معين من النيوكليوتيدات تؤدي الى انتهاء بناء سلسلة الار ان ايه، وبذلك
تكون هذه السلسلة مستعدة للخروج إلى السيتوبلازم لإتمام عملية الترجمة وبناء البروتين. طيب بعد ما شرحنا عملية النسخ هنتكلم على أنواع الـ RNA. النوع الأول في الـ RNA هو الرسول كما ذكرنا، اللي هو تم نسخه من الـ DNA وحمل الترتيب في القواعد أو الترتيب في النيوكليوتيدات وخرج به إلى السيتوبلازم. طيب يبقى هو يحمل رسالة من داخل النواة إلى السيتوبلازم. النوع الثاني اللي هو ترانسفير RNA أو الناقل tRNA، ماذا ينقل؟ هو يعمل كحامل، حامل لإيه؟ حامل للأحماض الأمينية يحصل عليها من السيتوبلازم ويذهب بها إلى الريبوسوم لتربط مع بعضها برابط بالطيبية. النوع الثالث اللي هو الريبوسومي، اللي موجود في الريبوسومات اللي بتقوم بترجمة النص أو الشفرة اللي موجودة على الـ mRNA أو الرسول. هذه ثلاث أنواع. طب ماذا يميز الـ RNA عن الـ DNA؟ أو ما وجه الاختلاف بين الـ RNA والـ DNA؟ الاختلاف الأول إن الـ RNA عبارة عن شريط واحد من النيوكليوتيدات، ولكن هذا الشريط يمكن أن ينثني ويرتبط على بعضه ويشكل ثلاث انشطاط في ترانسفير RNA اللي هو النقل، ولكنه ايه؟ شريط واحد. الاختلاف الثاني في القواعد النيتروجينيه، يعني الـ DNA موجود فيه سيتوسين، جوانين، ادينين، ثيمين. طيب الـ RNA موجود فيه ايه؟ جوانين، سيتوسين، ادينين، يوراسيل. يبقى اليوراسيل استبدلنا الثيامين اللي موجود في الـ DNA بيوراسيل في الـ RNA، ده الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث طول شريط الـ DNA. شريط الـ DNA طويل جدا يحتوي على ملايين القواعد، أما الـ RNA فهو قصير يحتوي على عدد أقل من القواعد. والفرق الأخير بينهم في السكر الخماسي اللي موجود في الـ DNA والـ RNA. الـ DNA موجود فيه سكر ريبوزي منقوص الأكسجين، اتفقنا ان هم ايه؟ ديوكسي نيوكليك أسيد، اللي هو ايه؟ فيه كمية من الأكسجين أقل من الموجودة في الـ RNA، فالـ RNA موجود فيه سكر الريبوز وليس السكر الريبوز منقوص الأكسجين. الشفرة الوراثية هي تتابع النيوكليوتيدات على جزيء الـ mRNA الذي تم نسخه داخل النواة وخرج إلى السيتوبلازم. الشفرة الوراثية تتكون من ثلاثيات من النيوكليوتيدات، أسماء العلماء كل ثلاثية أسميت بالكودون. لماذا لم تكن ثنائيات أو أحاديات؟ يعني أقول الآن أن تتابع سي 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 يحضر حمض أميني معين. لماذا لم أقل أن السي لحالها أو منفردة تعطيني حمض أميني؟ عند عدد الأحماض الأمينية اللي موجودة في العالم 20 حمض أميني، فلو أن كل حرف أو كل قاعدة أو كل نيوكليوتايد أعطاني شفرته الحمض أمين واحد لن يكفي، سيكون لك فقط 4 شفرات. يعني هيكون اليو شفرة، السي شفرة، الجي شفرة، الاي شفرة، وهذا لا يوفر لي شفرات كافية لاختيار الأحماض الأمينية الـ20. لو اقترحنا أنها ثنائيات تبادل وتوافيق، أنا عندي 4 قواعد، 4 نيوكليوتيدات، يعني 4 + 2 = 16، يبقى لن تكفي لتشفير 20 حمض أمين.
فاقترح العلماء أنها ثلاثيات، وبالتالي يكون عندي 64 كودون. الثلاثيات أنا دي توافير الشكل 163 لنقرأه، نقول أن اليو سي اي جي اللي هي على الطرف اللي هي تمثل 4، قلنا كام؟ 4 أس 3، يبقى يو سي اي جي اللي أعلى الأربعة الأخويات، ويو سي اي جي اللي على يمين الجدول اللي أنت شايفه، يبقى عندي كام؟ اللي هي 4 أس 3. طيب وزعهم مع بعض، هناخد اليو الأول مع اليو مع اليو. طيب يو مع يو مع يو دي بتشفر ايه؟ حمض أمين اسمه فينايل ألانين. طيب بالتدريب بالتدريب، خد اليو مع السي مع اليو، ماشي بالترتيب؟ ها يو سي يو تعطينا حمض أمين اسمه سيرين. طب خد اليو مع السي مع الايه؟ هات اليو مع السي مع الايه كده؟ يو مع السي مع الايه؟ ايضا سيري. طيب اختبرك، هات سي مع ايه؟ مع جي. سي مع ايه؟ مع جي، بيعطينا هند من اسمه ايه؟ ها؟ جلوتامين. يبقى معنى ذلك ان في ثلاثيات بتحدد احماضها من ايه؟ لاحظ في الجدول الفينايل الانين له اكثر من ايه؟ من كودون، يعني يو 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 ويو يو سي. البرولين له اكثر من كودون، يبقى ال 64 بيحددوا لي اكثر من ايه؟ اكثر من كودون واحد للحمض الامين، يعني ممكن احضر حمض امين باكثر من شفر، انما مش ممكن العكس، يعني مش ممكن شفرتين يعني او حمضين امينيين يتحددوا بشفره واحده، يعني مش ممكن يكون اليو يو يو يروح يجيب لي فينايل الانين ويحدد لي كمان السيرين، لا، يبقى انا عندي ممكن اكثر من شفره لحمض اميني وليس العكس. وايضا بعض الشفرات لو لاحظت في الجدول، شوف عندي شفره البهت اسمها ايه؟ ميثيونين اللي هي اي يو جي. طيب في شفره ثانيه عندنا في الجدول اللي هي شفره ايه؟ الايقاف، صح؟ اللي هي يو جي اي. يبقى الشفرات بس مش بتحضر لي او مش بتشفر لي الاحماض الامينيه، لا، ده فيها كودونات بتعمل للايقاف وكودونات بتعمل للبدء، وهذه تسمى الشفرات الوراثيه. لكي نفهم عمليه الترجمه لابد ان نتعرف على تركيب البروتين. البروتين هو عبارة عن عديد بيبتايد واحد أو أكثر، وعديد البيبتايد يتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية التي ترتبط معا بروابط بيبتايدية، وعدد الأحماض الأمينية الموجود في بروتينات الكائنات الحية هو 20 حمض أميني مختلف. يحدد نوع البروتين وفق التتابع الموجود في الأحماض الأمينية في هذا البروتين، فهذا التتابع يحدد كيفية التواء والتفاف عديدات البيبتايد لتشكل التركيب الثلاثي الأبعاد للبروتين، وهذا التركيب هو الذي يحدد وظيفة البروتين. خطوات الترجمة في الرسم الذي أمامنا يتضح تتابع الكودونات اللي هي ثلاثيات الشفرة الوراثية الموجودة في الـ mRNA. الخطوة الأولى اللي هي خطوة البدء كما نرى سترتبط وحدتان بنائيتان للريبوسوم والـ tRNA مع الـ mRNA. نشوف الارتباط، ارتبطت الوحدة الأولى وارتبط الـ tRNA، وبعدين بيبدأ ارتباط الوحدة الثانية اللي هي الجزء الآخر من الريبوسوم، وبالتالي حدث الارتباط بين الثلاث مكونات، مكونات الترجمة، وهو الريبوسوم و
بوحدتيه طبعا، وال mRNA وال tRNA. وبعدين ترتبط انزيمات معينة او تربط انزيمات معينة حمض امينو محدد عند احد طرفي جزيء ال tRNA. يعني اللي انا شايفه الان جزيء ال tRNA بيقف على كودون البدء اللي هو AUG او الكودون الذي يحدد الميثيونين، فيرتبط الميثيونين مع ال tRNA اللي بيظهر عندي باللون الاخضر. الميثيونين باللون الاخضر بيرتبط مع ال tRNA باللون الاحمر. هذا ال tRNA لكي يحقق الارتباط على ال mRNA بيحتوي على مضاد الكودون اللي هو UAC عكس ال AUG. طيب بعد ما احضر الحمض الاميني ماذا يفعل؟ تأتي الخطوة الثانية وهي خطوة الاستطالة، حيث ترتبط الأحماض الأمينية في سلسلة تعديد البيبتايد الواحد تلو الآخر. يعني كما نرى جاء ناقل آخر وارتبط على كودون تالي اللي هو الكودون AAG. هذا الكودون إذا رجعت الجدول صفحة 163 بيحدد حمض أميني اسمه الليوسين. هذا الحمض يرتبط مع الميثيونين كما نرى بربطة بيبتايدية، ثم ينتقل الريبوسوم خطوة للأمام على الـ mRNA ليقرأ ثلاثية أخرى أو كودون آخر، وينفصل الحمض النووي الـ tRNA الذي كان يحمل الميثيونين. وهكذا تستمر الاستطالة بإضافة أحماض أمينية جديدة. نلاحظ نمو سلسلة تعديد البيبتايد وزيادتها في الطول كلما تقدم الريبوسوم على الـ mRNA كما نرى. يتواصل الربط بهذا الشكل حتى نصل إلى خطوة الإنهاء، وهي خطوة تحدث عندما نصل إلى كودون إيقاف اللي هو UAA أو UAG أو UGA. هذا التتابع على السلسلة سلسلة الـ mRNA يؤدي إلى انفصال السلسلة المتكونة ثم انفصال الوحدتين كما نرى، وتبدأ العملية مرة أخرى. إذا كنا سنبني نفس البروتين مرة أخرى يترجم هذا الكودون أو هذه الشفرة باستخدام قطعتي الريبوسوم و tRNA وتعود العملية من جديد، أو يذهب الـ mRNA إلى مكان آخر. الجينوم البشري، ما المقصود بالجينوم البشري؟ اتفقنا الآن إن أي صفة وراثية هي عبارة عن تتابع النيوكليوتيدات في الـ DNA. العلماء عملوا تحدي عجيب بدأ في التسعينات وانتهى من فترة وجيزة، اشترك فيه حوالي 6 دول ودفعت فيه هذه الدول مبالغ طائلة لتحديد تتابع النيوكليوتيدات في الـ DNA. كانوا يسموها الجينوم البشري، سموا هذه العملية الجينوم البشري، يعني عايزين يعرفوا تتابع النيوكليوتيدات، يعني سيتوسين أدينين جوانين بهذا الشكل على طول شريط الـ DNA. طيب لما عرفوا التتابع، هذا التتابع يحتاج بكم سنة عشان الواحد يقراه بس في الجينوم البشري؟
تقراه بصوتك؟ 10 سنوات. ليه؟ هم حددوا كام مليار نيوكليتيدة في التتابع؟ حددوا تتابع 3.2 مليار زوج من النيوكليتيدات. طيب الفائدة الأكبر، هل أنا استفدت شيء من تحديد هذا التتابع؟ لا، الفائدة الأكبر في المستقبل إن شاء الله لما يعرفوا كل تتابع بيمثل جين أي شيء. يعني التتابع المعين هذا يمثل جين صفة مرض السكري أو صفة لون العيون أو صفة كذا. لو عرفوا هذا التتابع يبقى من السهل علينا معالجة الأمراض الوراثية. يعني يجوا في الزيجوت ويشوفوا في خلل في تتابع معين هيؤدي إلى عدم وجود العنان في الجنين مثلا، يقوموا يضيفوا أو يزيلوا أو يحدثهم نوع أحد النيوكليتيدات اللي مسؤولة عن الجين الصحيح اللي هيعطي فرض صحيح في هذا بالنسبة لهذا المكان. يبقى احنا الآن أهمية الجينوم البشري إن احنا نعرف بعد كده تتابع الجينات وأين توجد وكيفية التدخل لمعالجة بعض الخلل الذي يتم فيها لعلاج الأمراض الوراثية والسرطانات وبعض الأمراض المعدية.